طيب من بيب جوارديولا خلينا نروح لسكايب مع بقى الفقرة أو الوقت أو يعني الخبر اللي احنا كنا عايزين نقف عنده شوية، وقلنا لحضراتكم في بداية الحلقة أنا وكريم نموذج تاني رائع من عشاق النادي الأهلي ومشجعي النادي الأهلي. هو مشجع أهلاوي جدا وزي ما بيتقال عليه لطبيعة خاصة، هو رافق رحلات الأهلي على مدار كام سنة بقى؟ 10 سنين؟ لا 20 سنة؟ لا 30 سنة خلال مبارياتهم الخارجية، يعني حاجة أعتقد مش عارفة أوصفها بصراحة. تخيل أنت 30 سنة بتسافر وبترافق الفريق اللي أنت بتعشقه، موجود ده في العالم؟ انا مش عارفه. خلينا نرحب بالاستاذ هيثم لبيب، مشجع هو اهلاوي جدا وايضا هو مدير ضيافه باحدى شركات الطيران. صباح الهنا عليك، ويعني انا من الناس اللي حقيقي استاذ هيثم سعيده جدا ان انا اسمع حاجه زي كده، وان دل على شيء فيدل على ولاء رائع جدا وانتماء رائع جدا. بس مع كل اللي احنا بنتكلم فيه ده، ازاي قدرت 30 سنه تعمل الحكايه دي؟ برضو احنا محتاجين نعرف. صباح الخير استاذ هيثم، صباح الخير استاذ كريم، كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه ومصر كلها والشعب المصري بخير ان شاء الله، وجمهور النادي الاهلي دايما فرحان، والحمد لله ان عيد الاضحى جه بعد فوز النادي الاهلي دوري الابطال 2023 رقم 11، والحمد لله نفس المناسبتين عيد بالنسبه لنا كلنا الحمد لله. صحيح. انا الحمد لله بطير مع النادي الاهلي، وده شرف ليا، وبشكر اداره الشركه اللي انا بشتغل فيها ان هي اللي اتاحت لي الفرصه ان انا اعمل التاريخ ده كله مع النادي اللي انا بعشقه من صغري. الحمد لله انا بقالي 30 سنه بطير مع النادي الاهلي، وبصراحه اشتغلنا معاهم وعملت معاهم احلى تاريخ واحلى ذكريات بصراحه. ده انت 30 سنة انت حضرت أجيال مختلفة ومديرين فنيين مختلفين، وأكيد في قصص مختلفة وكواليس مختلفة. خلينا نسمع منك برضه أستاذ هيثم، أكيد إحنا والجماهير والمشاهدين دلوقتي حابين يسمعوا منك ده. طبعا أنا يعني أول رحلة ليا هو بداية بدين بالفضل والدي الله يرحمه، هو اللي خلاني أنتمي وأحب وأعشق النادي الأهلي من صغري. أنا عندي 7 سنين، يمكن النهارده صدفة ان انا عملت مداخله مع النادي الاهلي، وشرف ليا ان الاهلي هيلعب النهارده نادي منتخب السويس، وده كان اول مره اروح الاستاد فيها مع والدي وانا عندي 7 سنين، ويوميها فاز النادي الاهلي 3-0، فالنهارده الاهلي تاني هيلعب منتخب السويس في نفس البطوله، يعني ان شاء الله الاهلي يكسب باذن الله. اول رحله ليا مع النادي الاهلي كانت رحله ليسوتو، كانت سنه 1993، كنا بنلعب نادي الارسنال، وعرفت ان النادي الاهلي حاجه استخاره خاصه، دي كانت اول مره يعملها النادي الاهلي، والحمد لله يعني تشرفت يعني بتوع الرحله معاهم مع زمايلي، وطبعا الاهلي الحمد لله كسب 1-0. انت طبعا شوقي، طبعا من محاسن الصدف بالنسبه لك طبيعه شغلك في الشركه دي اللي اتاحت ليك فرصه ان انت على مدار 30 سنه تكون مرافق دائم للاجيال المتعاقبه من النادي الاهلي بكل ما في ذلك من ذكريات حلوه، واكيد برضو يعني اكيد السؤال صعب لما نسالك، انت عندك فكره تقريبا انت كنت حاضر كام رحله مع النادي الاهلي وهم متوجهين من والى اي بطوله بيشاركوا فيها؟ صعب تحصرهم بتهيألي، ولا انت عملت ده؟ بص يا استاذ، هو تقريبا انا عملت معاهم 30 رحله يعني تقريبا عدتهم، والحمد لله كل رحله فيهم ليا فيهم ذكرى وحاجات ما تتنسيش بصراحه. طبعا وقت البرنامج مش هيسمح ان انا اقولهم كلهم، لكن في بعض المواقف كده انا فعلا ما اقدرش انساها يعني. طب ما تحكي لنا منهم موقف على الاقل، يعني واحد الوقت ممكن يسمح لنا بموقف منهم برضو ناخد فكره. طيب يعني مثلا في ماتش الاهلي والقطن الكاميروني كنا جروه، برضو النادي الاهلي حاجه استخاره خاصه، والحمد لله تشرفت بتوع الرحله معاهم. ف كانت سنة 2013 دوري الأبطال دور 16، الأهلي حتى الحمد لله ربنا كرمه وكسبنا وطلعنا دور الثمانية. الماتش اللي اتعاد يعني كان الماتش شغال عادي خالص، فجأة الدنيا مطرت بغزارة، والحكم قرر في الدقيقة 63 إن هو يلغي المباراة ويأجلها لتاني يوم. فالموقف بقى يعني اللي حصل فيه اللي انا مش هنساه، ان كان واحنا في الملعب لقينا 12 مشجع من الشباب الاهلي كانوا جايين عشان يوصلوا، اصلا احنا استغربنا ان هم وجودهم في جروه، يعني ايه اللي هيسفرهم من القاهره لجروه؟ فانا بس سالتهم يعني اتاريهم ان هم عملوا
كايرو اديس ابابا، من اديس ابابا لليجوس، ومن ليجوس لياوندي، ومن ياوندي لجاروا عشان بس يشوفوا يتفرجوا على ماتش الاهلي. فحصل ان كان المفروض يرجعوا بعد الماتش على طول، فللاسف الماتش اتاجل لتاني يوم. فحصل تواصل من قائد الرحله وكابتن خالد الدرندالي، مهندس خالد الدرندالي ساعتها، تواصلوا مع الشركه ان هم يرجعوا معانا على نفس الطياره، عشان طبعا مش هيعرفوا يرجعوا غير كده. فالحمد لله، وطبعا دي اكبر دليل الاداره الناجحه ان هم عملوا تواصل مع شركه طيران، برضو الاداره فيها ناجحه، وقرروا ان هم المشجعين ال 12 الشباب يرجعوا معانا الحمد لله. رائع جدا. وطبعا ده موقف ما يتنسيش بصراحه بالنسبه لي. هيثم، من ال 30 رحله اللي اتكلمت عنهم على مدار 30 سنه، احكي لنا الاحساس بعد الفوز وبعد اكيد الاخفاق. يعني مش 30 رحله اكيد الاهلي فيهم كان موفق، اكيد كان في رحله 2 3 حتى، وكل ده مشروع، ان ما كانش فيه فوز مثلا على سبيل المثال. فخلينا نعرف منك الكواليس كانت بتبقى ازاي في حاله الفوز، واللي كان بيحصل على الطياره من اجواء كمان، وفي حاله لا قدر الله، يعني ربنا اكيد ما يكتبهاش ابدا تاني، اخفاق في اي بطوله كانت. يعني طبعا هي من الذكريات اللي هي كانت مش كويسه بالنسبه لي، كان ماتش الوداد في سنه 2017، كان في نهائي دوري الابطال. للاسف الشديد طبعا الاجواء ما كانتش حلوه واحنا راجعين، كنا كلنا طبعا متضايقين انا وزمايلي والركاب، بس ما كانش معانا اللعيبه يعني ساعتها. طبعا كلنا كنا متضايقين، بس الحمد لله يعني كانت الفرحه بالنسبه لي في الرحلات اكتر من الحزن. يعني في برضو ماتش الوداد ما يتنسيش، الحمد لله عوضناها السنه دي، وكنت معاهم في الملعب في ماتش الوداد، وده الماتش بالنسبه لي مش هيتنسي من اوله لاخره. يعني من اول ما تقرر ان ماتش العوده هيبقى يوم 11 لغايه النهارده، انا مش ناسي اي حاجه، لان دي احلى الذكريات في الرحله دي بصراحه، سواء ليا او لعيبه الاهلي او لاداره الاهلي او زمايلي اللي كانوا معايا او الركاب. دي احلى كانت ذكرى بصراحه، وحصل فيها كذا موقف كده برضه ما يتنسيش، سواء من اللعيبه او من اداره النادي الاهلي، اللي بعتبرها يعني من انجح الادارات على مستوى المؤسسات في مصر. صحيح. انت عايز اقول لك الاوسط وافريقيا، فكره ان انت على مدار 30 سنه بترافق بشكل دائم وشبه ثابت ومستمر الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي، دي في حد ذاتها هتخليك دايما في يعني ايه، عارف، في مرمى يعني سهام وحسد الحاسدين انجاز التعبير، دي حاجه تتحسد عليها يعني. بص يا استاذ كريم، طبعا انا كنت مستني السؤال ده، لكن دايما اداره الشركه بتحاول توزع الرحلات الخاصه بشكل متساوي يعني، بس انا بمنتهى الامان انا ممكن اكون اناني في الحته دي شويه يعني، بس طبعا بدي فرصه لزمايلي يطلعوا، يعني مش كل الرحلات، بس سواء طلعت مع الاهلي سواء في اثناء الشغل، انا لو ما حصلليش نصيب بطلع على نفقتي الخاصه انا واثنين من صحابي وزمايلي يعني. جميل. اخرهم كان ماتش بيراميدز، ماتش السوبر في ابو ظبي، طلعنا على نفقتنا الخاصه يعني، برضو بنشجع الاهلي، وماتش السوبر بتاع نادي الزمالك السنه اللي فاتت. جميل. جميل. هي دي روح وطبيعه جماهير النادي الاهلي في كل مكان. بنشكرك على وجودك معانا، نورتنا. شكرا ليك جدا استاذ هيثم لبيب، وده مثال سريع كده ومثال حلو وجميل بصراحه جدا ان احنا نشوفه موجود، الانتماء اللي بيبقى عند مشجعي النادي الاهلي في العموم، مش مثلا نماذج معينه احنا بنتكلم عنها حصريه، لا ده في العموم. فمشهد او كلام حلو ان احنا، او قصه حلوه ان احنا نسمعها، وعجبني اعترافه ان هو كان اناني شويه في حته ان هو عايز يرافق، وبرده ده مشروع بيني وبينك، لما يبقى عندك هذا العشق تجاه حاجه انت بيبقى غصب عنك يعني. على كل حال، الفقرة الأولى كده انتهت النهاردة، هنروح فاصل سريع ونرجع. وعايزة برضو أنوه، لأن أنا وكريم برضو لازم نقول لحضراتكم أن البرنامج هيتوقف من يوم الثلاثاء طبعا عشان وقفة العيد، وهنعود مرة تانية بإذن الله بعد انتهاء يعني أجازة العيد. كل سنة وإحنا جميعا مرة كمان بخير. فاصل ونرجع نكمل.